بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسعة والخمسون، تلقيب أهل الهدى في الصفات والحشوية. صدأ. الصفات والحشوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: التاسعة والخمسون، يعني من مسائل الجاهلية، تلقيبهم على الحق بالصبأة والحشوية، وهم يريدون بذلك تنفير من الحق. فالصبأة جمع صابي، وهو الراجع عن دينه، يقال صبأ إذا رجع عن دينه. ويلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بذلك، لأنهم صبأوا يعني رجعوا عن دين آبائهم، لأنهم كانوا يسيرون على دين آبائهم من الوثنيين واليهود والنصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا دين الله وغيروا كتاب الله التوراة والإنجيل. فهم يزعمون أن يزعمون كذبا وافتراء أن من رجع عن دينهم الذي هو عبادة الأصنام والأولياء والصالحين من دون الله، أن من رجع عن هذا الدين الذي هم عليه فإنه صابي، يعني راجع عن الدين. يريدون بذلك التنفير عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تبعه فإنه صابي. والصابئون المذكورون في القرآن مراد بهم أتباع النمرود الذين يعبدون الكواكب، فهم الصابئون. ويطلق الصابئون أيضا على أناس من الحنفاء وأهل دين صحيح. الصابئون على قسمين، صابئون في الأمم السابقة على قسمين: صابئون الحنفاء، وهؤلاء أهل دين، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هؤلاء أهل الملل الست، وفيهم الكفار وفيهم المؤمنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر في هذه الآية أهل الإيمان واليهود والنصارى والصابئين، أصحاب الملل الأربع. هؤلاء كانوا على دين صحيح، فمن كان متمسكا بالدين الصحيح ولم يغير ولم يبدل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومات وهو لم يغير ولم يبدل، تمسكا بما جاء به موسى عليه السلام وبما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، فالصابئون هم أتباع أيضا للنبيين موسى وعيسى، ويقال لهم الصابئون الحنفاء. هؤلاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان متمسكا بالدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي لم يبدل ولم يغير، فهؤلاء وعدهم الله بأن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الصابئون المشركون فهؤلاء وثنيون، وهم المذكورون في الآية، في آية سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذا ما في وعد كما في آية البقرة، وإنما فيه أن الله سيفصل بينهم ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل من أهل تلك الملل. وهؤلاء يريدون بالصابئين المعنى الثاني الذي هو الكفر، فيلقبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأة، يعني خرجوا عن الحق وعن دين آبائهم وأجدادهم،
واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي غير دين هؤلاء بزعمهم، هذا قصدهم تنفيذ. وهذا ميراث ورثه كل أعداء الإسلام الآن، كل أعداء الإسلام من المنحرفين وأصحاب النحل الباطلة يلقبون أهل السنة والجماعة بهذا اللقب، لأنهم صبأة وأنهم حشوية. والحشو معناه الحشو من الكلام، معناه الكلام الذي لا فائدة فيه، فهم حشوية بمعنى أنهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفة، وإنما هم حشوية، يعني أصحاب حشو، حشو لا فائدة فيه. والآن يقولون هذه قشور، يسمون الدين والتدين بالتمسك بالقشور، تخلق بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام ومخالفة ما عليه الكفرة مما يسمونه بالحضارة الغربية، يسمون من خالف هذه الحضارة الملحدة يسمونه بأنه حشوي وأنه صاحب قشور. وأما أصحاب اللباب وأصحاب العقول وأصحاب الألباب فهم الذين أخذوا بالحضارة والتقدم والرقي بزعمهم، أما هؤلاء فهم حشوية لا فائدة فيهم، وإنما هم أصحاب قشور كما يسمونهم، يلقبونهم تنفيرا عن الحق وتلبيسا على الناس. فهذا العمل موجود، وكل قوم لهم وارث، لا يزال إلى الآن من يلقب أهل الحق وأهل السنة والجماعة بأنهم حشوية. الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة يلقبون أهل السنة والجماعة بالحشوية، لأنهم أصحاب ظواهر، يقولون يأخذون بظواهر النصوص ولا يتفقهون في مراميها ومغازيها التي يدعون أنهم هم أهل معرفتها، يعني لا يؤولون النصوص ولا يحرفونها، وإنما يبقون على ما تدل عليه النصوص ولا يحاولون تغيير معانيها. يسمون تغيير معاني هذه النصوص أنه هو الفقه وأنه هو المعرفة. وأما من تمسك بهذه النصوص على ما تدل عليه فإنهم يلقبون بأنه حشو وأنه مجسم وأنه لا يفهم. ونشأ عن هذه المقالة القاعدة التي زوروها ولفقوها وقالوا طريقة السلف أسلم، لأنهم ما خاضوا ولا كلفوا أنفسهم بشيء، وإنما وقفوا مع ظواهر النصوص. وأما الخلف طريقتهم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك، بل العكس هو الصحيح، أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أجهل وأضل وأبعد عن الحق، لأنها ليس لها مستند وليس لها أساس صحيح إلا عقليات وهي في الحقيقة جهليات وليست عقليات. ففي الواقع أن طريقة السلف أسلم من الضلال وأعلم، لأنهم يعرفون ما حدود ما أنزل الله على رسوله، وأحكم يعني أتقن وأبعد عن الباطل، لكنهم يقلبون الحقائق ويغالطون، فيسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية، كما سمى أهل الجاهلية محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالصبأة من قريش الذين تركوا دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وعبدوا الله جل وعلا على بصيرة على نور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يهولنكم الآن الإرجاف الذي يرجفون به على أهل الحق، وأنهم متأخرون وأنهم أصحاب قشور وأنهم مغفلون إلى آخر ما يقولون، فإن لهم سلفا من المشركين ومن اليهود والنصارى، وهذه طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يعيرون أهل الحق بما ليس فيهم، بل يأخذون أوصافهم هم ويلبسونها على أهل الحق ظلما وبهتانا. نعم. المسألة 60 من مسائل الجاهلية الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الافتراء على الله، وهذا كثير في دين الجاهلين، دين اليهود والنصارى ودين المشركين الوثنيين، فهم ينسبون
أشياء إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله ما يبطلها ويدحضه، كنسبة اليهود والنصارى الولد لله عز وجل. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. إن الله لم يتخذ ولدا ولم ينزل بذلك أي دليل، وإنما نزه نفسه، نزه نفسه عن الولد، عن الصاحبة وعن الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أهل الجاهلية نسبوا إلى الله أشياء كثيرة، منها قولهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وذلك أنهم يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله أمرنا بهذا، كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك قولهم إن الله حرم عليهم كذا وكذا وأباح لهم كذا وكذا، حرم عليهم المذكاة من بهيمة الأنعام وأباح لهم الميتة، ويقولون إن الميتة ذبحها الله وأما المذكاة فذبحها الناس، وما ذبحه الله فهو أولى بالحل مما ذكاه الناس، قلبا للحقائق. ولهذا قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه عن المذكاة، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه حرمها الله، وهم يقولون لا هذه حلال، هذه حلال يقولون. وكذلك أنهم يحرمون بعض الزروع وبعض بهيمة الأنعام ويقولون هذا لأصنامهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكذلك حرموا السوائب والوصائل والحوامي من بهيمة الأنعام والبحائر، كل هذه تحريمات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، هم عكسوا فحرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من الخبائث، وزعموا أن هذا من الدين، أن هذا من أمر الله عز وجل. ولهذا قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فهم يفترون على الله الكذب جل وعلا. ومثلهم فرق الضلال من هذه الأمة الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أرباباً من دون الله ويزعمون أن هذا من الدين، وأن هؤلاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، هذه من الافتراء على الله، فإن الله جل وعلا لم يشرع لعباده الشرك أبدا، وإنما أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد، وهؤلاء يقولون لا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويزعمون أن الله شرع لهم اتخاذ الشفعاء والوسائل بينهم وبين الله، ولا يزالون لهم ورثتهم يجادلون بهذا إلى الآن وإلى ما بعد الآن والله أعلم، يزعمون أن اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله والتوسل بهم وعبادتهم من دون الله أن هذا من الدين، وأن من أنكره فهو منكر للدين، يقولون هذا في كتبهم موجودة، ينددون بمن أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ويقولون هذا يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، لأن عبادة الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم بزعمهم أنه تعظيم للأولياء،
ومحبة لهم، وأن من ترك عبادتهم ونهى عنها أنه متنقص لهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يعبده من دون الله ويتقرب إليه بالعبادات يقولون هذا متنقص للرسول، هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحب الرسول، لأن محبة الرسول بزعمهم تعني ارتكاب ما نهى عنه من البدع والمحدثات واتخاذه إلها من دون الله تقرب إليه بأنواع العبادات وهو يتوسط لهم عند الله عز وجل. هذا هو الدين عندهم، فهم يفترون على الله الكذب ويقولون هذا هو دين الله ودين رسوله، اتخاذ الأولياء والصالحين والشفعاء والتقرب إليهم هذا من الدين، من أنكره فإنه منكر للدين ومبغض للأولياء والصالحين. كذلك بزعمهم أن من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت فإنه مشبه ومجسم وحشوي، وأما من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموحد الذي ينزه الله. ينزه الله عن ماذا؟ ينزهه عن الأسماء والصفات، في حين أنهم لا ينزهون الله عن الشرك، تناقض، هم لا ينزهون الله عن الشرك وينزهونه عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي هي من صميم التوحيد، هي من صميم التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من صميم التوحيد. هم يسمون هذا تشبيه وتجسيم وتمثيل، في حين أنهم لا يأنفون من عبادة الأولياء والصالحين وذبح القرابين للقبور والأضرحة، لا يأنفون من هذا ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل بنفي أسمائه وصفاته عنه جل وعلا، ولا ينزهونه عن الشرك وإثبات الشركاء لله عز وجل. فهذا من عجائب قوله، هذا هو التناقض، فهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويزعمون أن هذا هو الدين ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا من أقبح مسائل الجاهلية، ولا يزال عليه أمم من المنتسبين إلى الإسلام اليوم من معطلة لأسماء الله وصفاته، ومن قبوريين ومن صوفية إلى غير ذلك من أنواع الفرق الضالة، كلهم يفترون على الله الكذب ويشرعون دينا لم يأذن به الله عز وجل، يشرعون البدع والمحدثات والخرافات والمناسبات والأعياد البدعية ويزعمون أن هذا هو الدين، وأن من تركه فهو تارك لركن من أركان الدين، وأنه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أثبت الأسماء والصفات فإنه متنقص لله عز وجل، لأن هذه الصفات وهذه الأسماء لا تليق بالله بزعمهم، وكأنهم أعلم من الله سبحانه وتعالى وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يليق بالله وما لا يليق بالله تعالى الله عما يقولون. فهذه المسألة لا تزال متكررة. نعم. الحادية والستون من مسائل الجاهلية التكذيب بالحق، هذه مشكلة، إذا جاء الحق مخالفا لما معهم من الباطل مخالفا لأهوائهم كذبوا به، وإذا وافق أهواءهم قبلوه، لا من أجل الإيمان به ولكن من أجل أنه وافق أهواءهم بزعمهم. فالتكذيب بالحق هذا عند أهل الجاهلية ولا يزال عند أصحاب الفرق المنحرفة، إذا جاءهم ما يدل على بطلان ما هم عليه كذبوا به وسلطوا عليه التأويل والتحريف، إما أن يقولوا أنه غير صحيح، أنكروا أحاديث صحيحة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنكروها وقالوا هذه ما هي بصحيحة ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال واحد منهم لإذا خالف الحديث عقلي فلست على استعداد أن أضحي بعقلي وأخذ بالحديث، يقول لست على استعداد أن أضحي بعقلي وألغي عقلي وأخذ بالحديث ولو كان في البخاري ولو كان في صحيح مسلم، بلغ بهم الحد إلى هذا، وهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله عز وجل، وجملتهم من جهمية ومعتزلة وأشاعرة يقولون كل الأحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة لأنها لا تفيد العلم،
إنما تفيد الظن ولو كانت في الصحيحين، بل لو كانت في صحاح السنة كلها يقولون لا، ما يدخل في العقائد إلا ما كان متواترا، أما أحاديث الآحاد فإنها لا تدخل في باب العقائد لأنها ظنية بزعم. فهذا من التكذيب بالحق، لأن الحق أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح سنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حق في العقائد وفي غيرها، يجب العمل به ويجب قبوله ويفيد العلم. هل الذي يفيد العلم ما جاء عن الرسول أو العقليات الفلسفية؟ هم يقولون لا، اللي يفيد العلم هو العقليات ويسمونها اليقينيات، وأما هذه النصوص التي في الصحيحين فهذه يسمونها أحاديث آحاد لا تفيد العلم. فسبحان الله، عقولكم وفلسفتكم ونحاتة أفكاركم وزبالة أذهانكم تفيد اليقين، وكلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفيد اليقين، ما هو هذا الإيمان وما هو هذا التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم يكذبون بالحق، وردوا أحاديث كثيرة في الصحاح لا مطعن في أسانيدها، وقالوا إنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، والعقائد لا تبنى إلا على ما يفيد اليقين، والذي يفيد اليقين هو القواعد المنطقية بزعمه، هذا اللي يفيد اليقين. فكذبوا بالحق وسلطوا على هذه النصوص، إما التكذيب بأسانيدها وألفاظ ومتونها، وإما إذا لم يستطيعوا التكذيب لأسانيدها ومتونها يسلطون عليها التأويل الذي يصرفها عن معناها الصحيح إلى معان باطلة، وإذا عجزوا عن تحريفها فوضوها وقالوا هذه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نحن عجم، خاطبنا الرسول بشيء ما نفهم معناه، نحن أعاجم، خاطبنا نبينا الذي بعثه الله للبلاغ والبيان، خاطبنا بما لا نفهم معانيه، نفوض إلى الله عز وجل. فهم لهم مواقف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكذبوا بها متنا وسندا، وإما أن يكذبوا بها متنا إذا لم يستطيعوا تكذيبها سندا، وإما أن يحرفوها عن معانيها إلى معان باطلة، وإذا عجزوا عن هذا كله فوضوا معناها إلى الله عز وجل وجعلوها مثل الكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه. هذه طريقتهم وتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هكذا. نعم. من مسائل الجاهلية أنهم إذا خصموا وأعيتهم الحجة لجأوا إلى السلطة. ففرعون لما أفحمه موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة وقطع حجته قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما الحجة إلا القوة فقط، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لجأ إلى القوة وانقطع عن المناظرة والمجادلة. وكذلك أتباع فرعون لما أفحمهم موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة آل فرعون ذهبوا إلى فرعون يشتكون موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، خليهم فسدون عقائد الناس الذين يؤمنون بك وأنك ربهم، فسدون عقائد الناس وهو الإيمان بفرعون وأنه رب العالمين، ويذرك وآلهتك يخرج عليك ويبطل ربوبيتك وتتركها أمام الناس. هذا إغراء لفرعون بأن يأخذ موسى وأتباعه بالبطش. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا زعمه أنه له القوة وله الغلبة، وجحد قوة الله عز وجل ونصره لأوليائه تكبرا وعنادا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله
واصبروا إن الأرض لله. الأرض ما هي بالفرعون ولا هي بلآل فرعون، لكنكم تحتاجون إلى صبر على ما ينالكم في سبيل الحق، والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكانت العاقبة كما وعدهم رسول الله وكليمه، أن الله أغرق فرعون وأتباعه وجعل العاقبة للمتقين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه العاقبة في كل زمان ومكان، لكن بعد الصبر وبعد الثبات على الحق وعدم المبالاة بتهديد الطواغيت والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله، هكذا تكون العاقبة للمتقين في كل زمان وفي كل مكان. سنة الله جل وعلا لا تتغير. فزال فرعون وتهديده وتقتيله وبطشه، وزالت إلهيته وربوبيته التي يزعمها ظلما وعدوانا، زال هذا كله، وأورث الله المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيه. هذه سنة الله جل وعلا مع أهل الحق وأهل الباطل في كل زمان ومكان. والشاهد من هذا أنهم إذا أعيتهم الحجة أمام الحق وأتباعه لجأوا إلى القوة والسلطة، لكن القوة والسلطة لا تغني شيئا لأنها تزول ويبقى الحق، ويبقى تبقى الحجة الربانية، تبقى الحق يبقى والباطل يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يبقى. أن أهل الباطل يرمون أهل الحق لأنهم يفسدون في الأرض. فسبحان الله، من الذي يفسد في الأرض؟ صاحب الباطل ولا صاحب الحق؟ الذي يفسد في الأرض على الحقيقة هو صاحب الباطل. هم يقلبون الحق الحقيقة فيصفون أهل الحق بأنهم هم الذين يفسدون في الأرض، والأرض إنما تصلح بالحق ولا تصلح بالباطل أبدا. لهذا يقول جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاحها بأي شيء؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإفسادها بالمعاصي والكفر والشرك بالله عز وجل، هذا إفساد الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المنافقون قالوا هذه المقالة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. انظروا كيف سموا إفسادهم إصلاحا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون. هذه طريقة مستمرة في العباد، أن أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بأنهم يفسدون في الأرض. الآن يقولون إن أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح عقبة في طريق التقدم، حجر عثرة في طريق التقدم، ما أخرنا إلا هؤلاء العلماء، كل شيء حرام وكل شيء يفتون بأنه هذا حرام وذا حرام، الحجاب السفور حرام والزنا حرام والأشربة الروحية حرام والربا حرام، يعني يقولون يعني سدوا كل طريق، يعني ما كان هناك في الأرض إلا المحرمات، ما هناك أشياء أباحها الله من الطيبات وفيها غنى للعباد والبلاد عن المحرمات. الله جل وعلا ما حرم إلا ما فيه إفساد في الأرض، وما حرم إلا الخبائث التي تفسد العقول والأبدان والأديان، وأباح الطيبات وهي كثيرة ولله الحمد. الأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل على تحريم. هؤلاء يقولون لا، هذولا ما هم خلين أحد يتوسع
الدنيا الآن رفاهية والدنيا تقدم وحضارة وكذا، هلولا حجر عثرة في طريق التقدم. زعمهم هو التهتك والانحلال، هذا التقدم زعمهم. أما التمسك بالدين والتمسك بالأخلاق والاستغناء بما أحل الله عما حرم الله، ألا يقولون تأخر رجعية وإلى آخره، هذا على ألسنتهم الآن، ويكتبون في كتبهم وقد يصرحون به في مجالسهم وفي جرائدهم ومجلاتهم التي تصدر من بلاد الشر ومن بلاد الإلحاد. وقد يقتدي بهم بعض المغرورين من كتاب الصحف الذين انخدعوا بهذه المقالة، فيكتبون مقالات يتنقصون بها أهل الخير وأهل العلم وأنهم أناس معقدون. في واحد يوصي يقول لأهله لا تستمعوا لإذاعة القرآن لأن فيها أناس معقدون، فيها أناس معقدون، لا تستمعوا لإذاعة القرآن الكريم لأن فيها نور على الدرب، فيها عقائد وفيها علوم نافعة وفيها مواعظ وفيها آداب، فيها آداب طيبة حث على الفضيلة. يقول هؤلاء معقدون لا تستمعون. الحاصل إن هؤلاء يزعمون أن الإصلاح هو بالانحلال وإعطاء النفوس ما تشتهي من الشهوات المحرمة وترك الناس يسرحون ويمرحون في الأرض فسادا، هذا هو الحرية وهذا هو التقدم وهذا هو الرفاهية. أما التقيد بأوامر الله وأوامر رسوله التي فيها الخير للبشرية فهذا يسمونه رجعية وتأخرا وحجر عثرة وجمودا إلى آخر ما يقولون، يزعمون أنه هو الفساد في الأرض. نعم. نعم، كذلك من مسائل الجاهلية أن أهل الشر يسعون عند السلاطين بمسبة أهل الخير وأنهم يتنقصون الملوك والرؤساء، في حين أن الواقع خلاف هذا، أن أهل الخير والصلاح هم الذين يريدون للرؤساء والملوك الخير وبقاء الملك واستمرار الخير. المصلحون يريدون لولاة أمور المسلمين يريدون لهم الخير والعزة ويساعدونهم على الخير ويدلونهم على طريق الرشاد. يأتي أهل الشر فيقولون للرؤساء وللملوك لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء معقدون، هؤلاء يقفون في طريق التقدم، بل يقولون إنهم يريدون أن يتنقصوك أيها الملك أو أيها الرئيس أو أيها السلطان، يريدون تنقصك والإنزال من قدرك أمام الناس، فيوسوسون لهم. فربما يقبل منهم بعض الرؤساء، يقبل منهم هذه المقالة لأنه بشر ولأنه يريد بقاء سلطته وبقاء ملكه، فقد يظن أن هذه المقالة إنها صحيح. لكن ملوك الإسلام وولاة المسلمين الذين من الله عليهم بالبصيرة لا ينخدعون بهذه الأقاويل، بل يردونها على من قالها ويعلمون أنها باطل، وأن بقاء الملك ونصرة ولاة الأمور إنما هي بالدين ورأي العلماء المصلحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا عز الملك وهذا بقاء الملك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالحقيقة أن دعاة الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على بصيرة والعلماء المحققون، هؤلاء هم الذين يبقى بهم الملك وتترسخ بهم سلطة الولاة، ولاة المسلمين، وهم العضد الشديد القوي لأهل السلطة قديم الزمان وحديثه. ما يقوم الملك إلا على الدين وعلى أهل الدين. وأما أهل الفساد وأهل الشهوات
وأهل النفاق، فهؤلاء في الحقيقة أعدى لولاة أمور المسلمين، وإن تظاهروا أنهم ناصحون لهم فهم أعدى لهم، يريدون زوالهم ويريدون فناء ملكهم. فهذه مسألة معروفة في التاريخ على مدار الزمن، أن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى هم الذين يقوم عليهم الملك وتبقى بهم السلطة بإذن الله عز وجل، وأما أضدادهم فإنهم أعداء للولاة وللرعية. نعم. إيه، ما في مثل المسألة التي قبلها، يرمون موسى وأتباعه بأنهم ينتقصون إلهية فرعون، لأنهم بزعمهم أن فرعون هو ربهم، وهذا الذي جاء هو وأخوه يريدون نزع ملك فرعون. ما دروا أن هؤلاء جاءوا يريدون مناصحة فرعون ويريدون الخير له، يريدون الخير لفرعون لو أنه اتبعهم، هم يريدون له الخير، ما يريدون له الضرر ولا يريدون له الشر. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. عرض عليه خطة سليمة يبقى بها ملكه ويدوم بها عزه في الدنيا والآخرة لو أنه اتبع مشورة موسى عليه السلام ونصحه له. وأيضا الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو أن فرعون استجاب لموسى عليه السلام لبقي ملكه ولتأيد سلطانه ولا فاز في الدنيا والآخرة. إذن موسى هو الناصح، وأما آل فرعون الذين يقولون ويذرك وآلهتك فهؤلاء غششة، وبسببهم زال ملك فرعون لما أطاعهم والعياذ بالله وعصى موسى، زال ملكه وأغرق هو وإياهم في البحر بعد أيام قليلة. هؤلاء ما نفعوه، لو أنه اتبع كليم الله وقبل نصحه ودعوته إلى الله لبقي ملكه وسلطانه وعزه في الدنيا والآخرة. إذن من هو الناصح لفرعون؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام. ومن هو الغاش؟ هم آل فرعون الذين غرروا به وخدعوه وأشاروا عليه بهذه المشورة القبيحة. نعم. نعم، هذه مقالة لا تزال تتكرر، أن من دعا إلى التوحيد وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يغير دين الناس، يغير دين المسلمين. إذا أنكر عبادة القبور والأضرحة وأنكر البدع والمحدثات قالوا هذا يغير دين الناس، هذا يغير دين الناس، لأن الدين بزعمهم هو ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وإن كان مخالفا لما أنزل الله، هذا هو الدين عندهم، ما اعتادوه وما سار عليه آبائهم وأجدادهم، هذا هو ضابط الدين عندهم. أما ضابط الدين عند أولياء الله فهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ضابط الدين الصحيح. فإذا جاء مصلح من المصلحين الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يريد أن يغير الدين. فمن سمع هذه المقالة بغير الدين قامت العامة والدهمة عليه كلهم، هذا بغير الدين ما نقبل. لكن لو قالوا هذا مصلح، هذا يريد إظهار الدين الصحيح وتزييف الباطل، لو قالوا هذا لا زالت الشبهة عن كثير من الناس. فالواقع إن المصلحين إنما يعادون بمثل هذه الشائعات التي يرددونها بألسنتهم ويكتبونها في مؤلفاتهم، إن المصلحين إنهم خارجون على دين المسلمين وأنهم يريدون تغيير دين الناس الذي هم عليه. فهذا هو الداء العضال الذي في الأمم، أنه كلما جاءهم رسول أو جاءهم مصلح من أتباع الرسل يريد أن يبين لهم الدين الصحيح ويبين لهم الدين الباطل قالوا هذا يريد يغير عقائد الناس ويغير دين الناس ويغير أمور الناس.
فرموه بالعظائم، حتى إن من سمع هذه المقالة صدق بها. وإذا قرأتم ما كتبه عباد القبور في مؤلفاتهم في وجه الدعاة إلى الله والمصلحين عرفتم هذا. واحد منهم كتب كتاب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن جملة ما قال قبحه الله إن ابن عبد الوهاب يضمر في نفسه ادعاء النبوة، ولكن لما رأى الناس ما يقبلون منه لم يدعي هذا ظاهرا. الله، هذا في كتابه قرأته أنا، إن ابن عبد الوهاب كان يضمر، يعني صار يعلم الغيب، يعرف اللي في قلوب الناس، إنه يضمر في نفسه ادعاء النبوة، لكن لما رأى الناس لا يقبلون منه كتم هذه المسألة في نفسه. هذا عالم من العلماء يعتبر. شوف كيف يفترون على الله الكذب، يقولون يريد يغير عقائد الناس ويغير دين الناس ويزعم أنه نبي جديد. كيف يبلغ الباطل بأهله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير ذلك من الأباطيل التي لفقوها على علماء الدين وعلى المصلحين في كل زمان ومكان. نعم. سامعهم وسمعهم رجعوا إياهم في انتقاص الملك فقومهم ويتوكلون عليها. هذه مقالة اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هذه طريقة اليهود، أنهم إذا أمروا باتباع ما أنزل الله سواء على موسى أو على محمد أو على عيسى، فالأنبياء طريقتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام، طريقتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك. فكونهم يقتصرون على ما أنزل عليهم ويتركون ما أنزل على الرسل ولا يؤمنون به، هذا كفر بالله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه حق، صدق بعضه بعضا، كله من عند الله عز وجل. ومن ذلك أنهم يوصون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، معنى هذا أنه أحالهم عليه وأمرهم بالإيمان به. نؤمن بما أنزل علينا، فكون الإنسان يقول لا أنا ما أقبل الحق إلا إذا كان عندنا فقط، أما الحق الذي عند غيرنا ما نقبل. طيب، هل المسألة مسألة عصبية ولا مسألة اتباع حق؟ الذي يريد الحق يأخذ به أينما وجده حتى ولو كان مع عدوه، فالحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. أما الذي يتعصب لما عنده وينكر ما مع غيره من الحق فهذا على طريق اليهود، قال له التعصب المذموم. ومنه قول بعض أصحاب المذاهب نحن لا نأخذ إلا بما في مذهبنا، الواجب أن تأخذ ما قام عليه الدليل في مذهبك ومذهب غيرك من المسلمين، ما قام عليه الدليل هذا هو. أنت مأمور باتباع الدليل، ما أمرت باتباع فلان أو علان غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن دين الإسلام، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من زعم أن أحدا من الناس يجب اتباعه دون غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. فنحن نريد الحق مع من كان، ولا نتعصب لقول فلان ولا المذهب فلان، وإنما نأخذ ما قام عليه الدليل. وأئمتنا رحمهم الله يوصون بذلك، الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف كلهم يوصون بالأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل، كلهم يوصون بذلك رحمهم الله. فالذي يتعصب لمذهب أو لقول عالم أو لفتوى عالم ويترك
ما عداها وإن كان الحق مع غيره فهذا على طريقة اليهود الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. العجيب أن الذي مع وراء الذي مع غيره من الرسل ومن أتباع الرسل أنه مصدق ما معه ومع هذا يكفرون به وهو يصدق ما معهم ولا يخالفه. فالله جل وعلا عاب عليهم هذا التعصب المنقوص، وهذا من دين الجاهلية ومن دين اليهود، التعصب المنقوص بغير حق هذا من دين الجاهلية. ثم إن الله أكذبهم وبين أنهم ليسوا صادقين في أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، والدليل على هذا أنهم يقتلون أنبياء الله، قتلوا أنبياءهم. هل الذي يقتل نبيه يكون مؤمنا بما أنزل عليه؟ الله جل وعلا أكذبهم أنهم قتلوا أنبياءهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. ثم أيضا لما قال لكم موسى عليه السلام قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، هل هذا متبع لما أنزل عليه؟ هذا مكافر حتى بما أنزل عليه. وهذه ليست خاصة باليهود، فكل من رفض الحق ولم يقبله لعصبية جاهلية فإنه يكون كافرا بالحق الذي معه الذي يزعم أنه مؤمن به. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق سواء كان في من يتبعه ويعظمه ويقلده أو كان مع غيره، لأن هدفه الحق وليس هدفه الأشخاص أو المذاهب وإنما هدفه الحق. نعم. الغلو، زيادة في العبادة الغلو، وذلك ظاهر في النصارى حيث غلوا في عبادات، قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهم غلوا في المسيح ورفعوه من درجة الرسالة والعبودية إلى درجة الربوبية وقالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا زيادة في الحق. وكذلك الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم وإنما ابتدعوها هم، فهذا من الزيادة في العبادة، وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من الزيادة في العبادة. الواجب الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعدم الزيادة، عدم الرهبانية، وفيما شرعه الله عز وجل فيه الكفاية وفيه الخير. أما من زاد على دين الله ما ليس منه فهذا مبتدع، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك صنيع اليهود في عاشوراء الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه وصامه موسى عليه السلام، فصار صيامه شريعة وسنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم عاشوراء هذا مستحب، هو شريعة باقية، جاءت شريعتنا بموافقتها، فقال صلى الله عليه وسلم نحن، قال لليهود نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، صيام يوم قبلها أو يوم بعده، لكن هم يزيدون في هذا اليوم على الصيام، يزيدون الاحتفالات والأعياد التي يقيمونها، لهم أعياد، لليهود أعياد متعددة ولها أسماء، وللنصارى أعياد متعددة ولها أسماء، وقلدهم من قلدهم من فرق المسلمين فجعلوا أعيادا في الإسلام غير العيد المشروع، فهذا من الزيادة في العبادة، هذا من الزيادة في العبادة. زيادة عيد على العيد المشروع وهو عيد الفطر وعيد الأضحى هذا زيادة في العبادة وهذا لا يجوز، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بيومين هما خير لكم، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فإحداث أعياد زائدة على تلك الأعياد، عيد المولد، عيد كذا، عيد هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا من الزيادة في العبادة وهي من دين الجاهلية ومن دين اليهود والنصارى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
الرد على هؤلاء واضح. الدش بما يجلبه من هو التحريم ما هو مقتصر يعني أو لأنه دش أو لأنه حديد، ولكن لما يجلبه من الشر، لما يجلبه من ولا هو صناعة مثل غيره من الصناعات. لو كان ما يجي فيه إلا خير ولا يبث فيه إلا خير ما صار فيه معذور، لكن لما صار يبث فيه العهر والشر والإلحاد من كل مكان يأتي ولا ضابط له صار حراما من أجل هذا، هم من أجل النبش أو من أجل الصناعة. أما البرقية ولا فهذه ما فيها ضرر، دي فيها خير ومصالح للناس، تنقل الرسائل والأخبار ولا يجي فيها شر، هذه ما فيها مقارنة بين البرقية وبين الدش، إلا هذا من التزييف تسجيل على الناس. فنحن لا ننكر الصناعات والمخترعات، هذه ما ننكرها، وإنما ننكر ما فيه شر منها، ما فيه شر هذا ننكر استعماله ونوصي بالابتعاد عنه لما فيه من الشر، ولو أنه صفها من الشر وصار ما فيه إلا خير ما قلنا فيه شيء. فكونه يخلط بين البرقية وبين الدش هذا من التلبيس الظاهر. نعم، كذلك تعليم البنات أمور دينهن وأمور مصالحهن هذا ما في مانع، إنما الممنوع الاختلاط والسهور وغير ذلك من الأمور المحرمة. أما إذا خلى تعليم البنات من المحاديث هذا لا بأس به، قد يكون واجبا أنهن مسلمات وبحاجة إلى العلم وبحاجة إلى ما ينفعهن. تعليم البنات في حد ذاته غير منكر، إنما المنكر إذا لبس بشيء ما هو من التعليم، يعني هل كشف الحجاب من تعليم البنات؟ هل اختلاطهم بالرجال أو بالطلاب هذا من تعليم البنات؟ هو من تعليم البنات، لا يخلط الحق بالباطل والنافع بالضار، ما يخلط هذا بهذا. إذا خلى تعليم البنات من المحاديث فإنه إما مستحب وإما واجب. نعم، المهم إذا كان فيها خير غالب خيرها غالب، فأما إذا كان شرها غالب، إذا كان خيرها غالب فنحن لا نحرمها، أما إذا كان شرها غالب فهي محرم أو متساوي الخير والشر فيها فهي محرم. نعم، فالتحريم يتبع الضرر ويتبع الشر اللي فيها. نعم، نعم، يوم عاشوراء ما شرع فيه إلا الصيام. أما ما قاله بعض الفقهاء إنه يسم فيه توسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور والتوسعة على العيال هذا لا أصل، إنما شرع فيه الصيام فقط، أما نحدث فيه غير الصيام فهذا بدعة، لا التوسعة على العيال ولا إظهار الفرح والسرور كما يقولون. وكذلك ما يتخذه الشيعة في هذا اليوم من الحزن ومن البكاء ومن النياحة ومن لطم الخدود وشق الجيوب إلى غير ذلك هذا من بدع الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهو يوم عظيم يصام كما صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصامه قبله كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع فيه، ما زاد عن الصيام فإنه بدع. نعم، هذا كفر صريح ما في شك، من تحقق لديه ان هذا من كلام الرسول ومع هذا يقول لا انا اقدم عقلي ولا اصدق بهذا الحديث ولو قاله الرسول هذا كفر صريح ما يحتاج الى كثير بحث. نعم، لانه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
أما لو قال والله الحديث أنا ما أعرف سنده يمكن إنه ما هو صحيح، إذا صار هو ما يعرف السند يمكن يعذر حتى يعرف السند، أو قال ما اتضح لي معناه وصحيح سند ولكن أنا ما اتضح لي معناه ما تبين لي، وهو رده لأنه ما تبين له معناه، هذا معذور بالجهل لأنه ما تبين له معناه، لكن أن يتبين له معناه ويتبين له صحة السند ومع هذا يثابت ويقدم عقله على كلام الرسول هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما هو كلام باطل ما هو صحيح، لا يمكن أن يصح الحديث بصادم العقل أبدا، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن خالفه فإن أحدهما فيه خلل، إما النقل وإما العقل، إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، أما إذا اجتمع صحة السند وصراحة العقل فلا يمكن أن يكذب أحدهما له، لأن الرسول لا يأتي بما يخالف العقول الصحيحة، قد يأتي بما لا تفهمه العقول ولا تدركه العقول نعم، أما أن يأتي بما يخالف العقول الصحيحة الصريحة فهذا محال أبدا. نعم. الله قد يكون فيها أشياء تشتبه لا نعرف معناها، ويكون يعرفه بعض خواص العلماء راسخون في العلم، ما كل الناس على حد سواء، المعرفة أمر نسبي قد يدركه بعض، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن هناك من يعلم لكن الكثير من الناس لا يعلمون هذا الشيء، أما أهل العلم الراسخون في العلم فهم يعلمون هذا المشتبه، فمعرفة الناس تختلف ما في شك. نعم. قد يكون في المسلمين من هم بهذه الأوصاف، من هم إرهابيين ومن هم ينتسبون للإسلام، هل يفجرون الآن واللي يقتلون الأنفس البريئة يذبحون الناس كالأغنام الأطفال والصبيان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله، هل هذا تطرف ولا دين صحيح؟ فهناك تطرف ما في شك، نحن لا ننكر أن هناك تطرف في من ينتسبون إلى الإسلام، وهناك من يذهب مذهب الخوارج من المنتسبين إلى الإسلام، والواجب أن تعرض الأمور على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق ليس بتطرف وليس بتجمد، وما خالف الكتاب والسنة فهو تجمد وتطرف، وإن زعم صاحبه أنه دين وأنه إسلام وأنه جهاد في سبيل الله، الخوارج من قبل يقتلون الصحابة ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله، قتلوا الصحابة ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا تطرف ولا هذا حق؟ فنحن لا نقول إن ليس هناك تطرف أصلا في المسلمين، ولا نقول إن كل ما من انتسب إلى الخير وكل من دعا إلى الله عنده تطرف، الواجب أن نتوسط ونعرض الأمور على الكتاب والسنة فيتبين التطرف من الاستقامة، فلا نقبل الأمور على علاتها، فلا بد من التفصيل ولا بد من عرض الأمور على الكتاب والسنة لأهل العلم، ومن لا يعرف يسأل أهل العلم يتبين له الحق إن شاء الله. نعم. إذا كان فيه إثبات عليه بشهادة شهود أنه قال هذا الكلام فيرفع إلى المحكمة الشرعية ويحضر عند المحكمة وهي تتولى شأنه، أما إذا كان ما فيه عليه شهود وهو ينكر هذا نحن نتركه، ما عندنا عليه إثبات وهو ينكر هذا الشيء، فإن ما ودنا أنه يثبت عليه، ما ودنا أنه يثبت عليه، ودنا أنه ينستر وأنه يتوب إلى الله عز وجل أو يكفينا الله شره في المستقبل إذا كان
مصرا على هذا الأمر فسيكفيه الله وهو السميع العليم. نعم. إذا كان في ذهاب إليه مجرد تسلم عليه وتجلس معه وتسب الشواج وهذا ما يجوز وهو على هذه الحالة. أما إذا كان ذهابك إليه لدعوته إلى الله وأمره بالتوبة والندم على ما حصل منه فهذا طيب أنك تزوره وتسلم عليه وتدعوه إلى الله عز وجل وتنصحه، فإن قبل منك وإلا إذا لم يقبل فأنت أديت الواجب وهو قامت عليه الحجة، ولا تزوره بعد ذلك ما دام مقيما على هذا المذهب الباطل. نعم. ليس هذا بصحيح، الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على اليهودية الحق ولا على النصرانية الحق، بل كلهم محرفون ومغيرون. أما أفراد منهم قد يكون فيها أفراد منهم هؤلاء قبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، دخلوا في دين الله عز وجل وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينهم يأمرهم بذلك. أما من استمر على اليهودية والنصرانية بعد بعثة الرسول فهذا من أهل النار وهو كافر، كافر بالله وليس بمؤمن، وإن زعم أنه يتبع دين موسى أو دين عيسى فهذا كذب، لأن دين موسى ودين عيسى ودين جميع الرسل يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي يكذب بهذه الآية ويقول هو رسول إلى العرب خاصة أو إلى غير اليهود والنصارى فهذا كافر بالله وبملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.